تزامنا من ساعة ما دخلنا مدرسة الأرمان الابتدائية. الأرمان الابتدائية كانت قصر سلطان حسين كامل، اللي هي محلها دلوقتي السفارة التشيكي والمدرسة الألماني في أول شارع الدقي. فاخترنا يعني كان زمان في أول أسبوع كده أو أول يوم من الدراسة يقول لك عايز أقعد فين. فكان في حاجة اسمها مدرس الفصل اللي هو بيظبط الفصل طول ال... فيجي يقول لك انت عايز تقعد فين، فيعني على حسب الاختيار زي ما تقول ايه الارواح بتتالف. فالارض اياميها اختارنا انا وصالح الله يرحمه تخته بدرجين، ما هي تخته كانت بدرجين يعني في اول صف على الشمال قصاد الستاند قصاد الايه بتاعه الاستاذ يعني. فتزامنا 4 سنين ابتدائي في نفس، كان في نظام ان ما دام سيادتك وزميل ليك اخترت تخته معينه تكمله تفضل تكمل عليها لغايه تسيب المدرسه. كان في حاجه زمان اسمها كاس المدارس الابتدائيه، تمام، عاملاها وزاره المعارف العموميه كويس. اللي هي التربيه والتعليم، تمام. فصالح كان باين من ساعتها في المدرسه، كان في مدرس اسمه عزيز افندي مدرس الكوره كويس ومشرف على الكوره، وهو اللي بيشكل الكوره فرقه الكوره تحت اشراف الناظر طبعا. فشكل فرقه كوره كويس واخد بال حضرتك للمدرسه الأرمان الابتدائيه، تمام، خلاص. فطبعا بيشوفك بتلعب ولا ما بتلعبش ومش عارف ايه و... ليه المدرسه برضه المدرسه كان ليها ملعب كوره بحاله، ملعب اولمبي بالمقاييس الاولمبيه، تمام. ها في نفس جوه المدرسه يعني. فعمل فرقه كوره وجينا لعبنا سنه 1943 على كاس المدارس الابتدائيه بين مدرسه الأرمان الابتدائيه ومدرسه الجمعيه الخيريه الاسلاميه، ماشي، وغلبناهم 2-1. فين بقى؟ في ارض المعلمين، خلي بالك حاليا اللي فيها مستشفى المعلمين اللي فيها الفندق ده كان تبع النادي الاهلي، غلبناهم 2-1. بعد كده بنمشي نيجي المدرج الخشب الاسود بتاع زمان هنا في النادي الاهلي عشان نغير اللبس والى اخره، كل واحد يلبس اللبس بتاعه. وجدنا واحد محترم بيه محترم لابس طروش وجاكيت تيشيرت سكين ووراه واقف 2-3 بورقه وقلم. بعد ما الفرقتين قالوا وقفوا، طب فين بتوع الارمان كده وفين بتوع الجمعيه الخيريه الاسلاميه كده؟ وشاور على بعض التلامذه من الارمان وبعض التلامذه من الجمعيه الخيريه. كان ده يوم خميس. قال تيجوا بكره في النادي الاهلي، ها؟ بكره الجمعه الساعه 8 الصبح. طيب حاضر. فطبعا احنا قعدنا نسال راجل فخم وعظيم كده. مين ده؟ ها؟ بنسال بقى. فقال والله ده كابتن مختار التتش. كان تاني سنة يعتزل. فعمل حاجة اسمها الأشبال في النادي الأهلي هنا النادي الأهلي. وخد الثلاث أربعة نفار من هنا تلامذة ونيجي بقى يوم الجمعة وقال ده فرقة الأشبال. خلاص؟ لففنا الملعب 5 مرات جري، وكان في واحد وياه اسمه كابتن فتيحة هنا في النادي الأهلي. يتولى الاشبال والى اخر هذا الكلام. فقعدنا بقى صالح ويانا طبعا، وكان ويانا محب يوسف كابتن محب يوسف برضه، وده كان زميلي وجاري في الجيزه، وكان اكبر مننا شويه فوق صدري. وكان ويانا اللواء وبقى لواء الله يرحمه عفيف كساب رئيس السواري في الشرطه. بديك الاسماء اللي اختيرت يعني. وواحد برضه كان اسمه جميل كان زميلنا برضه، ونصحي ده بقى مدير عام في بنك اسكندريه بعدين يعني. فبقينا نيجي وبتاع، استمرينا بقى في الاشبال دي طبعا بقى احنا وانا وصالح في المدرسه، وبنتزاور سواء هو يجينا في البيت في شارع مراد او انا اروح في شارع عكاشه يعني. فتظل يعني ظلينا لغايه ما ايه بقينا في ثالثه ثانوي. هو كان المستوى
مستوى طيب مش بطال. وانا فاكر كان في جامعة الرسم كان بيجيد الرسم ودي ظلت وياها لغاية اخر يعني هواية. كنا في جامعة في حاجة اسمها جامعات داخل مدرسة، كنا في جامعة الرسم احنا الاثنين، وكان بياخد نمر كويسة في الرسم. الحاجة التانية اللي كان برضو جوه المدرسة مهتم بيها كان بيجيد اللغات. ليه بقى برضو؟ احنا كنا بناخد انجليزي من سنة تانية ابتدائي، خلي بالك بقى. تاخد انجليزي وتاخد فرنساوي من سنة اولى ثانوي، واخد بال حضرتك؟ هو كان عنده ملكة اللغات. انا متذكر واقع يعني احنا سنة خمسة ثانوي، كان عمرنا 16 17 سنة، وكان في كاس المدارس اللي الثانوية، واخد بال حضرتك؟ كان السعدية ضد فؤاد الأول. السعدية كان فيها نص فريق الأهلي تقريبا، وفؤاد الأول فريق الزمالك. جات السعدية اتنقل فيها محمد الجندي، جينا نلعب بقى الماتش الأخير على الكاس. صالح كان بيلبس 9 طول عمره، مغيرهاش. ففوجئ بأن محمد الجندي لابس فانيلا 9، لازم يغير. فجاله عزيز أفندي ده مدرس الكورة، قال له صالح تلبس 10، قال له مش لاعب. شخصية من يومه بقى. قال له مش لاعب. احنا عيال يعني. مش لاعب ازاي؟ البين ناظر خلي بالك. بي رسمي. تمام. برضه معلومة، كان في 5 مدارس ثانوي بياخد بي رسم ملك فاروق. السعدية، خديوي اسماعيل، الخديوية، الإبراهيمية، فؤاد الأول. فقال له ده البين ناظر عايزك. طبعا حكايه بين ناظر دي تبقى صعبه مرعبه جدا. فراح للبين ناظر، واحنا قاعدين مستنيين بقى. الناظر كان حمد بينا بيه، انا فاكر، وقبليه كان جعفر بينا فراو سعدي. فقال له صالح تلبس 10، قال له يا فندم لا، انا هلا طول عمري بلبس 9 ومش هلبس غير 9. فالزمه محمد الجندي وبيلبس 9 ليه؟ كان سنتر فورورد. ومحمد فحبوا يقولوا له العب انسايد رايت، قال لهم لا انا بلعب سنتر فورورد. فلبسوا محمد الجندي 10 وهو لبس 9. زمان كان ابهاتنا كلنا في حزم طبعا، هو في انضباط، بس في رحمه الناحيه الثانيه بقى، يعني في توازن في التربيه، واخد بالك؟ وما كانش اي حد، انا بتكلم على والدي، ويعني ان هو يلزمك ان انت تروح في اتجاه او كارير تاني غير اللي انت راغب فيه. بس يوجهك بقى، كان يوجه. بدليل صالح الله يرحمه، وعبد الوهاب الله يرحمه، وطارق، التلاتة ايه؟ التلاتة لعيب كورة. التلاتة مرة واحدة. ماشي. والدهم مين؟ الدكتور محمد سليم، رئيس قسم التخدير في القصر، كليه القصر العيني. ما اجبرهمش حد. وده الاتجاه بتاع الثلاثه، يعني ده الاتجاه اللي هو شافه، والثلاثه لعبوا في نادي الاهلي. فايام الابتدائيه ان دخلنا مسابقه الرسم، كان بين المدارس الابتدائيه، فهو رسم كويس قوي، فالراجل قال له انت شفيته من مجله يعني. قال له ما شفتوش. قال ازاي شفيت مش عارف ايه بتاع ايه؟ فكان الرسم من 20 من 20. فاداله ايه؟ 12 من 20. ده راجل ضعيف. فقال له لا ناخد 20 من 20، انا ما شفتوش. برضه نفس الحكايه. قال له طيب ارسم البتاع دي تاني. الرسمه تاني قدامي. رسمها؟ رسمها. طبعا احنا كلنا بقى منتظرين ايه الحكايه، هيحصل ايه بتاع ايه. فرسمها، خدوا الورقتين ودول الناظر برضه. الناظر بتاع مدرسه الأرمان الابتدائيه كان اسمه الطنطاوي بيه. فودوه للناظر. كان في مفتش بيجي اسمه مفتش الرسم من الوزاره، استاذ كليه الفنون الجميله، عرضوه عليه قام قال لا ده حقيقي، ما فيش شف لا الاولانيه ولا الثانيه. وخد الدرجه كام؟ وخد درجه 18 من 20. جاء مختار كابتن مختار التتش بقى، وكان مصرف مجلس دوله لعلم حضرتك يعني،
فجينا وقفنا طابور وقال والله كل واحد طوله اقل من 165 ها يبقى اشبال بيه، وكل واحد فوق 165 وطالع يبقى اشبال اول. فطبعا صالح كان من اشبال الالف والى اخره يعني. بعد مده قال اشبال بيه بقى مفيش اشبال بيه، صرحنا يعني. انا طبعا طولي كان قصير مع زملاء اخرين فلعبنا حاجات تانية جوه النادي هنا برضه، وزعونا على العاب تانية جوه النادي جمباز بتاع كده يعني. كنا بنتفق كل يوم مثلا من حين لاخر يقف في الاجازه الصيفيه او في الاجازه اولا كان النادي الاهلي ابتدى يعمل معسكر مرسى مطروح سنه 1947، فكنا بنروح ننصب المعسكر بالخيم وهو يشاركنا. عيال بقى احنا كلنا عيال تحت اشراف علي سليمان، كنا دايما في الصيف بنروح معسكر مرسى مطروح. مش هو ما كانش يعني كان بيترد على المعسكر، انما مش ملازم واخبر حضرتك. دي نقطه. النقطه الثانيه كنا بنتفق في ايام الويكند يعني نهايه الاسبوع مش كل مره ان احنا نروح حمام سباحه ايه مين هاوس. كان حمام سباحه مين هاوس، نتقابل هناك مجموعه الدقي مجموعه ثلاث اربع انفار يعني من شارع اوكاشه، وكان شارع اوكاشه بتاع صالح وشارع الثاني اللي هو موازي اللي ورا المساحه هيئه مساحه يعني، واحنا بتوع شارع مراد كنا بنتقابل هناك في حمام السباحه يعني تقريبا كل الاجازات الصيفيه نتقابل هناك يعني. ما يقال عن كابتن صالح الله يرحمه بانه كان عنيف، وانه كان هو كان بيعتد برايه واذا اقتنع بحاجه تمسك بيها واخبر حضرتك، انما كان شخصيه شفافه، كان طيب جدا، وكان لا يمكن يأذي اي حد. كان هو رئيس مجلس اداره في الفتره الاولى 90 لا 92 96. احنا كملنا عبده صالح كابتن عبده صالح، وبعدين حصل انتخابات هو نجح فيها بقى رئيس مجلس اداره النادي. جم في يوم الوقفه العيد الكبير وقالوا كابتن صالح عايز مجلس اداره كله يجتمع في بيته هنا في الزمالك يا فندم ايه بتاع ايه. قال لا حاجه مهمه جدا، هو تعبان شويه، رحت خلاص كلنا. قال وكان هنا محمود سلطان الله يرحمه عضو مجلس اداره، قال له يا محمود ايه قرر مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماع طارئ كذا كذا الانسحاب من ماتش الايه الكاس امام مين؟ الزمالك. ماشي. فاحنا قاعدين ونقول طب يا فندم خلاص بقى يعني انت خدت قرار. قال ايه؟ ما هو انت عندك سوبل اهو، كان سوبل ها وانور سلام اهو، بيقولوا احنا عندنا اربع مراكز او خمس مراكز فرقه النادي الاهلي اتخذت مننا في الفريق القومي منتخب فهم خايفين نتغلب هيفي سكور يعني هزيمه ثقيله من الزمالك ها. فقال خلاص ما قررنا. فأحد الزملاء قال يا كابتن صالح دلوقتي مش المسائل تبقى محل مناقشه يعني، ولا انت خدت قرار وخلاص. قالوا انتوا عايزين تناقشوا الحكايه دي. الراجل بقى طبعا سوبل في حد بيترجم له، فقال له ده حقيقي ماتش هيتحسب علينا وما اعرفش ايه، وانا ما اتحملش مسؤوليه الهزيمه وهتبقى فيري هيف سكور وبتاع الى اخر الكلام. القصد قال طيب على العموم هو كان لابس روب وعنده حراره، انا ادخل جوه استريح وانتوا خدوا قرار خلاص. فقعدنا نتناقش وعملنا ورق نلعب او لا نلعب، وكان المجلس 13 واحد. طلع ان سته يلعبوا وسته لا، يعني لازم قرار الكابتن. فواحد من الاعضاء وقف على البتاع وسقف عشان يجي هو من جوه، فجاه قال قراركم ايه؟ فقلت له والله انا طبعا قصاد الناس اقول له كابتن صالح وسيادتك والى اخره، انما بره الاجتماع. فقلنا له كذا، قام قال يعني دلوقتي انا رايي المرجح. قلنا له قام سك كده وبص كده قال شكلكم كده ان انتوا عايزين تلعبوا، انا هنضم للسته بتوع اللعب. وانضم للسته بقى سبعه ضد سته، ولعبنا ماتش الزمالك. انا ما كنتش بنزل انتخابات، كنت من المعانين. كان وقت في ذلك الوقت حسب قانون الرياضه
المجلس من 13 10 منتخبين وثلاثة معينين، والثلاثة المعينين ينتخبوا أو يعينوا من بين ستة يرشحهم المجلس اللي انتخب أو جزء المجلس اللي انتخب. فأنا في أول مرة تعينت مع مجيد مستشار مجيد محمود ومنى الحسيني الأستاذة منى الإعلامية منى الحسيني، وأنا دي في أول اجتماع. وبرضه تاني دورة احنا عندنا بقى يعني ايه اقول لك ايه ثلاث مجالس 12 سنة ثلاث مجالس، ثم بعد كده مع كابتن حسن برضه ثلاث مجالس يعني بعديها يعني برضه تعيين اخبار حضرتك. فهو كان عمل مبدأ اول ما جه قال والله الطلبات كلها كل واحد مجلس إدارة هيشيل الطلبات جلسة بجلسة بالدور بالدور، ها يجي بقى النهارده على مين على كذا، النهارده على مين على كذا. وبعدين اي خلاف بين العضوين، وحصل خلافات كثيره بين الاعضاء، ها كان يقول له طب هدي لك والله فرصه العضو فلان هيكتب مذكره وانت تعقب عليها وبعدين القرار يبقى للمجلس. لو العضو برضه اصر على رايه ها رغم قرار المجلس ها بيبعت كل ملف ل مدير الشباب والرياضه في محافظه القاهره. يعني في حالات كثيره حصل فيها هذا الكلام. هو مدام زينب كانت ويانا في النادي هنا من احنا صغارين جدا، يعني ربنا يديها صحة والعافيه، وست فاضله وعائله يعني مش عايز اقول لك يعني العيله حاجه عظيمه جدا. وحصل خطوبه في الاول ثم وكان يتفائل بوجودها في المدرج. في المدرج هو لاعب. يعني ليها كان مكان كده محفوظ يبص كده يعني اذا لها قعدت تبقى المباراه حلوه كويسه. ف ناس افاضل يعني الحقيقه. في مره فترات العلاج وكان بيجي من الخارج، فمره هنجتمع في جامعه عموميه وكان ويانا الله يرحمه محمد عبده كان نائب وزير ماليه سابق وكان امين صندوق. انا اشوف تقرير مجلس اداره وميزانيه ومش ميزانيه. فمحمد عبده قال له والله يا كابتن صالح ما احنا معانا مراقب حسابات ومعانا امين هنا ويعني هتشوف ايه. قال لا انا احب اشوف واحب اراجع واحب اعمل وما اعرفش ايه الى اخره. فده بحكي لك واقعه حقيقيه. ها يمين شمال قال لا يمكن اشوفه مش عارف. فقعد محمد عبده يقلب وياه فعينه وقعت على مصروفات التليفونات والفاكسات والاتصالات والبريد، فلقى 17,000 وشويه. فقال مش معقول النادي الاهلي ايه ما بيشتغلوش غير عمالين تكلموا وفاكسات وبتاع. فمحمد عبده قال له والله يا كابتن صالح ما خلاص احنا بعتنا الجهاز المركزي ما فيش اي ملحوظات ما فيش اي حاجه، وبعدين لو حد سأل في الجمعية احنا رد في مكتب كبير قوي اللي هو كان حازم حسن يعني مراقب حسابات وانا رد وبتاع. قالوا لا انا عايز اعرف 17,000 دي ايه بأي طريق يمين شمال. ها وكان اظن عبد القيعي كان هو مدير عام النادي وقتها. فقالوا له طيب انت سيادتك اديت امر بان يجي لك وانت في الخارج في لندن يجي لك يوم بعد يوم فاكسات ويحصل مكالمات وتعرف النادي في ايه يعني. قال طب خلاص انا رئيس النادي انا اللي عملت هذا الكلام انا اتحمل المسؤوليه. يدفع المبلغ. وانا ادفع المبلغ. ها؟ والمفروض رئيس النادي يبقى موجود جوه مقر النادي. كونه عيان بقى مش عيان دي مش مسؤوليتكم انتم ولا مسؤوليه النادي. يميل شمال راح جاري مشي جري. ها؟ ساب المجتمع وجري. فقالوا لي الحق صاحبك شوف هيعمل ايه. فجريت وراه كان عنده عربيه ببابين بي ام قديمه. فراح فتح شنطه وراح جايب ايه شيك دفتر شيكات وقعد كتب شيك ب 17,800 حاجه وقال انا اللي اديت الامر ده ودي تكلفه انا اتحملها لان انا المفروض ابقى هنا موجود كرئيس نادي. يمين شمال أم محمد عبده قال له طب خلاص كابتن صالح هات الشيك انا اورده الخزنه.
خد الشيك راح مقطع يمين شمال، تقطع شيك ازاي مش عارف ايه بتاع ايه، انت فيش بتتعقب عليا انا مش عارف الى اخر الكلام. قالوا كده النص عليك والنص على النادي، لان ايه دي مكاتبات بعضها خاص بشغل النادي وبعضها خاص بيك، بيسالوا عليك ما بيسالوش عليك عملت ايه، دخل عملت عمليه دخلت الى اخر الكلام. يعني ذكرى من الله ربنا يتولاه يعني بالرحمه الحقيقه، وهو من الشخصيات النادره، وبعتقد انا بالنسبه لي كصديق يعني سفر فراغ كبير رغم فتره من الوفاه لغايه دلوقتي، وبعتقد هو زي ما تقول ايه نقدر نقول علم للاداره ولحسن الاداره ها والاحترام والتمسك بالراي ها وعدم التعنت، واخد بال حضرتك اذا اقتنع بشيء تمسك به ها. وبعتقد انه هو يعني استمرار لكل الرؤساء السابقين، احنا ما ننتقص من قدرهم جميع رؤساء النادي يعني الحقيقه يعني. Thank you.